المحترفين في مباراة إن شاء الله تكون مثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة البداية التسعينات في الدوري الممتاز، ثلاث انتصارات كلها من فترة طويلة، ما أتى انتصار في الفترة الحديثة، لكن هذه كرة ملعوبة الآن. بانجور يلعبها في الجهة اليمنى، لكن أدريان ميتسيفسكي يلعب الكرة الآن باتجاه المرمى وراسية، لكن في قرار، في قرار، ولكن الأوضاع الصعبة للنصر تنجح لفترة معينة. هذه كرة يبدو لعبها مادو، لكن احتسب خطأ على محمد حسين. أوه باليد 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 باليد، محمد حسين لعبها بيده، محمد حسين لعبها بيده بشكل واضح. في الكرة يبعدها عبد الله الشام، اختاتي بالصدر الآن من بانجورا اللي بتزيد هذه خطيرة. وضعية الرائد الآن قوية بهذه الطريقة. بانجورا مر 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 شو المشجعين في المدرج، إلا أن روح الرائد باقي. الله الله الله، شوف نغمات بتزيلي، شوف الاستلام والمراوغ من مانجورا، وركنها ركنها ركنها ليسجل ويجدد أمل سكري. لاعبين رائد تأتي الآن للرايق للرايق للرايق. الله على روقانك، الله عليك يا فريدي. ماي جول، يوه يوه يا الفريدي، الحماس والتفاؤل في النصراوية بهذه التمريرة. شوف 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 شوف، ضرب الدفاع كل الخطأ الآن بيتزيلي، غير متوقع يلعبها لبانجورا. جول 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 جول، شيعاني سيطر على هذه الكرة، لكن محمد حسين، لكن شوف الكرة الماضية والتمريرة الخاطئة، وبانجورا فرصة هدف محقق. جاني بيتزيلي في اليمين يلعبها لبانجورا، والسوادي فاتح الان. بانجورا يتقدم يلعب تمرير الان للسوادي مع عمر هوساوي. الان سوادي، سوادي يراوغ، يمرر، يسدد، يجهز لمن ينتظر فيها الزميل. يلعب الان بتزيلي، الله كره ملعوبه، تغيير كبير في طريقه مايقا الان تمريره، وملعوبه الان في الجهه اليمنى. يحيى يلعب للغامدي، فرصه للنصراويه. الغامدي يعرض للمهاجم ادريون، يلعبها جميله جميله سريعا الرائد. اجفين وشويش في قلبي دفاع يمين السلطان البيشي. عوض خميس في وسط الملعب الان، ضغط من بانجورا. حسين يدخل بهذه الكره، بيتزيلي، جهني 1-2 جميل، دخول اخر قوي على فهد الجهني. بيتزيلي راح يلعب الفهد، يلعبها 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 يلعبها، والى ركله ركنيه اللي هي الاقل بكثير من جمهور النصر، وصوته ظاهر. هذه الكره ملعوبه الان، راسي من جهه المرمى، وحركوا وحركوا غريزة التحدي في لاعبي الرائد. شاي عليه بطاقة صفراء، هذه كرة ملعوبة، تسديدة خطيرة، يعني التدخل الأخير المخرج ممكن يجيب الآن الكراتة. شوف الركنيات، 10 النصر 2 الرائد، على مرتدات الرائد والكرات الثابتة يسجل. هذه كرة ملعوبة الآن ثابتة، راسية من جهة المرمى من فهد الجني، يبعدها شايع شراحيب، كرة خرجت لم تخرج، مستمر اللاعب تاتي الآن. فريدي يحيى، يحيى تمريرة، فريدي يسقط، ركلة جزاء، ركلة جزاء، أدريان الركلة. شوف 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 الفريدي حتى الآن ما أدريان، هل يسجل هدف الثامن في الدوري؟ أدريان من المشجع النصراوي، شكل أدريان، شكل أدريان في حائط الصد وإلى ركلة ركنية، الجمهور أغلي، لكن أدريان ورفاقه يسعون لإلقاء هذا العدد القليل مع سلطان البيشي. شاي عرض كرة لمن؟ لرأسية أدريان باتجاه المرمى وإلى ركلة مرمى. سوادي ما راح يكمل، او بالرائد بطريقاته ب 4-5-1. هذه الكره ملعوبه، تاتي حسين عبد الغني يتقدم، حسين يعرض الكره لراسيه من مايك بالراس والى خب
نشوف الكرة واللعبة. بعض مشجعين رائد اللي سعيدين، لكن هذا كره ملعوب الان نصر نحو التعديل، نحو التعديل الغامدي، فرصه جول. شوف شوف بالعارضه ولا في القائم، شوف شوف الكره تاتي غامدي يحيى بالراس. الله 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 الله، كيف ضاعت هذه الكره، كيف ضاعت في زاويه القائم والى خارج ارضيه الملعب، طاح الجوال طاح كذا.